هذا المقطع الثاني يريد أن يشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه من حيث المبدأ الفاعلي، أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى في قوس النزول هو من؟ هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو بعبارة أخرى وجوده الجمعي، وجوده الأمري المرتبط بعالم الملكوت. نعم، وإن كان بوجوده الخلقي هو متأخر، ماذا؟ متأخر عن الأنبياء زمانا، ولكن بوجوده الأمري ألا له الخلق والأمر المرتبط بعالم الملكوت بحساب ذلك العالم. فأول وجود، أي وجود؟ هو وجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو حقيقة وجود النبي الأكرم روحه. يا جابر، السائل يسأل، جابر يسأل الرسول الأعظم: يا رسول الله، أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال: يا جابر، أول شيء خلق الله نور نبيكم، ثم خلق منه كل خير. لذا تجد يقول: مطلع تناشر كل خير وتمام. هذه قضية. القضية الثانية: في قوس الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، أعلى ما وصل إليه عبد من هذا العالم هو من؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن على مستوى قوس النزول هو العلة الفاعلية أو المبدأ الفاعلي، وعلى مستوى قوس الصعود هو ماذا؟ هو المبدأ الغائي. يقع أيضا في سلسلة العلل الفاعلية والعلل ماذا؟ والعلل الغائية معا. طبعا المقطع يقول: ومفتتح فواتح كل فتح وماذا؟ ومختتم كل ختامين. إذا نزولا وصعودا هو نور الخاتم صلى الله عليه وسلم.